في انطلاقة ثامن أشواط صباح هذا اليوم في هذا المهرجان الرمضاني الجميل الذي ينطلق على أرضية هذا الميدان لمسافة 2 كيلومترات. السن هو الفطامين في هذا الانطلاق الجميل. نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع هملول حمود بن محمد بن سالم لوهيبي من يأتي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول في هذا الانطلاق الجميل. هنا يأتينا العابر لمنصور بن محمد العامري من يأتينا على المركز الثاني وينتزع الصدارة. هناك شاهين غدير بن حميد الراشدي من يأتي على ثالث المراكز، وفي المركز الرابع شاهين محمد بن قريم بن علي العامري ووصوله هنا أيضا من مرسال ناصر بن محمد بن خلفان المزروعي من ينطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة. هناك أيضا التسلل من شاهين سعود بن محمد بن سلطان لوهيبي، ولكن نعود إلى المقدمة إلى الصدارة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. والعابر عابر على المقدمة مع الكيلومتر الأخير، العابر لمنصور بن محمد العامري من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هملول في المركز الثاني لحمود بن محمد بن سالم لوهيبي، وفي المركز الثالث المركز الثالث والقادم بكل قوة هنا في هذه اللحظات مياز هنا وينطلق بهذا الأداء. هناك من الجانب الآخر يا سلام لغدير بن حميد الراشدي من يأتي بهذه الانطلاقة والوصول هنا. هنا يأتينا مياس محمد بن سالم بن راشد المزروعي من يأتي على المركز الثالث ينطلق إلى ثالث المراكز. هناك بهذه اللحظات الغزال صالح بن خادم الزرعي والوصول أيضا هنا الوصول من الحنيش حربي بن سليم بن حربي العامري، ولكن هنا شملول من ينطلق. هملول على المقدمة على الصدارة وعلى المركز الأول. حمود بن محمد بن سالم اللوهيبي، وهناك أيضا الوصول في هذه اللحظات من الحنيش حربي بن سليم بن حربي العامري من يأتينا على المركز الثاني وثالث المراكز. لغد صالح بن خادم الزرعي، ولكن هنا يا سلام هملول من انطلق على الصدارة انطلق على المقدمة على المركز الأول. سلام لبيا السلام على هذا الأداء. تهانينا لحمود بن محمد بن سالم لوهيبي على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني الحنيش حربي بن سليم بن حربي العامري. المركز الرابع هنا من وصل في المركز الرابع للسيد منصور بن محمد العامري، وفي المركز الخامس للسيد غدير بن صالح بن خادم الزرعي من وصل على المركز الخامس. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هملول إلى خط النهاية معلن الفوز لهذا الشوط، مسجل توقيت زمني مقداره 3 دقائق و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمود بن محمد بن سالم اللوهيبي على هذا الأداء الجميل، والسلام لأبيض سلام هناك أبو ولاية المضيبي على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني مشاهدينا الكرام وصل الحنيش على المركز الثاني لسيد حربي بن سيم بن حربي العامري ب3 دقائق 3 ثواني 5 من الأجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث ونتأكد من صاحب المركز الثالث في هذا الدخول الجميل، المركز الثالث العابر لمنصور بن محمد العامري ب3 دقائق 4 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الأداء الجميل، تهانينا لجميع الفائزين.